آلية الدعم ستكون بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يخسر العامل وظيفته، ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر للموظف المدعوم. طبعا في شروط معينة سنتكلم عنها لاحقا، لكن الهدف الأساسي هو أن يتم تعويض الموظفين من خلال صندوق ساند، تعويض نسبته تقريبا 60% من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحد أقصى 9000 ريال على لموظفي المنشآت العاملين في المنشآت القطاع الخاص المؤهلة وفقا للشروط والأحكام.